السلام عليكم هلا والله زي ما تعرفون نزل اول تيزر لمسلسل صراع العروش يوم الخميس الماضي كان تيزر بسيط مدته اقل من دقيقه وبعنوان دراجون ستون التيزر بكل بساطه كان سي جي اي على طاوله تويستروس الموجوده في دراجون ستون الطاوله اللي صممها ايجو الفاتح فيها كل الممالك والمدن والقلاع والتضاريس الموجوده في قاره تويستروس التيزر ما أعجبني وحسيت أنه واضح جداً على غير العادة كل المواسم الماضية كانت التشويقات اللي تنزل بشكل تيزرز يعني دقيقة وأقل تكون مبهمة وغير مفهومة لكن هذا أحس أنه واضح ولا أدري وش الهدف يعني هل ممكن يبون يفاجئونا بأشياء عكس الموجودة بالتيزر بالمسلسل أو لا فبحاول أني أتكلم عن أشياء فاتت عليكم بالتيزر ما لاحظتوها بهذا التحليل راح يكون تحليل بسيط يعني ما راح أتعمق كثير وأقعد يعني أسوي تحريات وإلى آخره يبدأ التيزر بعاصفة ثلجية تجتاح الشمال نشوف فيها ذئب يتجمد الذئب يمثل عائلة ستارك زي ما الكل يعرف وأيضا يمثل الشمال فهل هذا يعني أن ممكن عائلة ستارك يموتون مثلا أو فرز من أفراد العائلة يموت ممكن تكون دلالة على حرب راح تصير بين الأحياء والأموات في وينترفل أيضا ممكن نشوف سمر ذئب بران ستارك اللي مات بكافة ري آي دريفن مع جيش الموتى في الموسم القادم كثير من الدلالات اللي تحملها هذه الإشارة في لقطة بعد الذئب مباشرة نشوف فيها الأنسليد أيضا يتجمد ممكن هذا الشيء يعني سقوط جيش الأنسليد أولا يعني كأول جيش يسقط بالحرب ضد الأذرز وممكن تعني موت غري رئيس الأنسليد عند داني بالحرب ضد الأذرز لقطة تجمد الذئب والأنسليد قد تشير فعلا لحرب قادمة بين الأحياء والأموات في الشمال وتحديدا في وينترفل، وبعدها نشوف التنين الجليدي واللي اعتقد انه واضح يقصدون فيه في سيريون، التنين اللي كان معداني واخذوا النايت كينج او قتلوا النايت كينج وعاد احيائه من جديد. بعدها التيزر ينتقل للجنوب، وقبل لقطه الاسد اللي بالنار، شدني انه في بعض الاحجار اللي تشير لعوائل، وهذه الاحجار كانت خلف الاسد اي يعني بجنوب وستروس. من بين المارتيل، انا ما يعني ماني متاكد هل هم المارتيل او لا. ما ادري اذا كانت الاحجار تعني دلاله على عوائل او لا وهل ه... وهل هذه العائله اللي نشوفها بالصوره الان هي عائله المارتيل هل ممكن جيش المارتيل او جيش دورن عموما راح يكون له يد بالحرب الاخيره خصوصا انه يارا جريجوي بالجزء الماضي كانت متجهه لدورن مع الساند سنيكس عشان يجيبون الجيش جيش المارتيل وجيش دورن بشكل عام ويتحدون مع دانيا ومع دينيريز واعترض طريقهم يورون جريجوي، ومنعهم من هذا الشيء، فهل ممكن نشوف جيش دور يشارك بالحرب بالموسم القادم او لا؟ وبعدها النار تلتهم الاسد اللي يمثل اللانستر وتحديدا سيرسي لانستر، هل هذا يعني انه سيرسي ممكن تموت الجزء القادم؟ ممكن الاسد ما يعني فقط سيرسي لانستر، ممكن يعني جيمي وتيريون لانستر. ممكن نشوف شخصيه من هذه الشخصيات الثلاث يموتون بواسطه النار. هل ممكن سيرسي تفجر كينجز لاندينج بالموسم القادم؟ هل ممكن داني تحرق العاصمة بالموسم القادم وتقتل سيرسي؟ هل ممكن داني تقتل احد افراد عائله اللانستر بدراكارس لسبب ما يصير الموسم القادم خيانه مثلا ما ادري بعدها النار والجليد يجتمعون بمنطقة العنق أو ذنك واضح جدا نهر الثالوث بالصورة أو نهر الترايدنت اللي صارت فيه كثير من المعارك الحاسمة في تاريخ وستروس مثل حرب الأنداليين مع الرجال الأوائل واللي انتهت في هذه المنطقة والحرب الأهلية للتارجيريان اللي اسمها رقصة التنانين، صارت صار قتال عند نهر الترايدنت أو أو عند قلعة هارنهول تحديدا فوق جزيرة ال جزيرة الوجوه اسمها أتوقع أن اسمها جزيرة الوجوه بحيرة الآلهة جزيرة الوجوه شيء زي كذا يعني بل بر... بل... بأراضي النهر بهذيك المنطقة اللي فيها نهر ترايدنت صار قتال برقص التنانين بين ميراكسس وفيغا وكذلك المعركة الأخيرة بثورة روبرت برا... براثيون اللي هي معركة الترايدنت أو معركة الثالوث صارت هناك وقتل فيها ريجر تارغيريان وكذلك روب ستارك مات بالقرب من نهر الثالوث يعني بالمنطقة هذيك اللي اسمها دنيك هي نفسها المنطقة اللي أطفال الغابة كانوا على وشك استعمال سحر قوي جدا عشان يفصلونها عن وستروس ويعيشون هم بالشمال والأنداليين يعيشون بالجنوب وهي سبب وجود أو السحر كان سبب وجود المستنقعات في هذيك المنطقة وحتى لو نرجع للتاريخ لثمان آلاف سنة نجد أنه الاتفاق اللي صار, اللي صار بين الرجال الأوائل وصار بين أطفال الغابة صار بجزيره الوجوه القريبه من هذيك المنطقه اللي نشوفها الان بالصوره نهر ترايدند فهل يعني هل ممكن اغنيه الجليد والنار والقصه قصه المسلسل بشكل عام هي قصه قائمه قائمه يعني او صايره بدائره زمنيه مغلقه والتاريخ قاعد يعيد نفسه مره ورا مره ورا مره بدون لا نلاحظ يعني هل ممكن انه فعلا كل الاحداث اللي صارت هي مجرد اعاده للتاريخ من بداية القصة إلى الآن يعني هل ممكن المعركة الأخيرة اللي تصير بين الأحياء والأموات تصير في المنطقة ذنك وفعلا يعني تستمر القاعدة أنه كل الـ كل المعارك اللي تحدد مصير البشرية وتحدد مصير ويستروس تكون في هذيك المنطقة اللي هي ذنك فالتقاء الجليد والنار بهذاك المكان ممكن يعني أنه فعلا المنطقة أو الحرب الأخيرة ضد الأذرز راح تكون في ذنك أو في العنق هذيك المنطق يعني نهايه التيزر نشوف انه دراجون جلاس ينتج نتيجه تصادم الجليد والنار نعم. هل هذا يعني انه فعلا إن الجدار مبني من دراجون جلاس زي ما كثير من النظريات تقول يعني التيزر بسيط لكن هذا اللي اكثر شيء شد انتباهي بالتيزر انه في اشياء كانت هدن او اشياء مخفيه ما كان يعني ما كان الضوء مسلط عليه بالتيزر نفسه اترك لكم التعليق واعطوني رايكم بالتيزر، هل تشوفون انه بحجم الانتظار اللي دام لمده 400 يوم تقريبا، واعطوني تحرياتكم تحت بالتعليقات، لا تنسى تشترك في القناه اذا ما كنت مشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات، كل ويكند راح يكون في مقطع بالقناه. المقطع هذا مجرد مقطع اكسترا للي حاب يعني يعرف تحرياتي عن التيزر، هذه هي تحرياتي بكل بساطه. حسابي بتويتر تحت في خانه الوصف. تقريبا انا موجود بشكل شبه يومي بحسابي بتويتر اشوفكم الاسبوع الجاي او الويكند الجاي سلام عليكم